شكرا لزملاء من عربة التعليق، شكرا سعيد والراشد العويسي. الختام مشاهدين الكرام، والبداية كانت في أشواط المساء. هنا حربة هي من استطاعت أن تحقق الناموس في أول أشواط المساء لحمدان بن سعيد بن يابر الشقيق الصغير لتنتزع المركز الأول ب 12 دقيقة 13 ثانية، هو جزءا وحيدا من الثانية، والكأس المفتوح يذهب إلى أهالي زعبيل مع هذا الشعار الأصفر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما مشاهدينا الكرام يأتي نايف صاحب الرموز لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مارخان ليفوز ببندقية الجعدان في الأشواط المفتوحة ب 12 دقيقة 15 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط الثالث نذهب إلى أشواط الإنتاج، حيث كانت رغد على موعد بانتزاع هذا اللقب ب 12 دقيقة 19 ثانية، ستة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لبن غدير على هذا الفوز والانتصار، والمحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما مشاهدينا الكرام يأتي شوطنا الرابع للرموز، ويأتي مفوض لمالكة في هذه الانطلاقة حمدان بن محمد بن قحيد المهيري منتزعا بندقية الجعدان ب 12 دقيقة 18 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. بندقية الجعدان في الأشواط الخاصة بالإنتاج، وسلام زعبيل سلام، وشكرا للمضمر سيف بن غويص. أما مشاهدينا الكرام أشواطنا البقية تتوالى وتتالى، بينما هناك كانت زمة لمبارك بصغير بن دري المنصوري من زخرت بناموس الشوط الخامس 12 دقيقة 29 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. ثانينا والناموس. الشوط السادس تأتي مشاهدين الكرام من خلال المنافسات والتحديات لفتة لمالك مايد بن أحمد بن مايد الخيري 12 دقيقة 26 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام إلى أهالي رماح سلام. أما الشوط السابع يأتي همام لمالك محمد بن صالح الحميري في اللحظات الأخيرة منتزع عن المركز الأول ب 12 دقيقة و 26 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا أبو صالح وسلام منازف سلام. أما الشوط الثامن يأتي الترس لمالك مكتوم بن الشيب السبوسي قاطع المسافة 12 دقيقة 24 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس وسلام ند الشيب سلام. أما الشوط التاسع تأتي حفلة لمالكها فري بن علي بن حمود الظاهري قاطع المسافة 12 دقيقة 28 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أبو خليفة على هذا الفوز والانتصار وسلام عيناوي سلام. أما الشوط العاشر عودة إلى شعار الصعب، حيث كانت شقرة على موعد بانتزاع المركز الأول ب 12 دقيقة 26 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس وسلام مرغم سلام. أما الشوط الحادي عشر يأتي سراب لمالك سعيد بن حمد بن دري الفلاحي قاطع المسافة في 12 دقيقة 32 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وسلام للجري سلام. أما الشوط الثاني عشر يأتي جميل لمالك دويس بن محمد بن مبارك الشامسي 12 دقيقة 32 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية وتوقيت زمني ينتزع المركز الأول مهديا هالي زاخر هذا الناموس والانتصار. أما شوطنا الثالث عشر تأتي زعفرانة لمالكها مكتوم للشيب السبوسي تضيف نقطة ثانية 12 دقيقة 30 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. الشوط الرابع عشر حضور من ندى لمالكها مهير بن علي بن كريب على كتبي 12 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية لتفوز بأمسية هذه الليلة بسيارة من سيارات المساء. أما الشوط الخامس عشر تأتي شواهين لمالكها محمد بن سعيد بو حقب الشامسي حيث قطعت المسافة 12 دقيقة 33 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية وسلام إلى هالي زاخر سلام على هذا الانتصار. أما الشوط الختامي فكانت وزن على موعد مع خطف الناموس ب 12 دقيقة 25 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك وزن محمد بن حماد بخرايط العامري حيث اختتم انطلاقات المساء في هذه الليلة لهجن أبناء القبائل مع أشواط الرموز في تحديات كبيرة ومثيرة وتحديات شيقة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى الختام، ختام أمسية هذه الليلة في أول أيام سن الكبار مع انطلاقات يوم الغد بإذن الله تعالى، تحديات أخرى مع فئة أخرى